انطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، وعلى بركة الله وحفظه هذا الشوط أول أشواط هذا الصباح وأقواها على الإطلاق. أتمنى التوفيق والنجاح لكل المشاركين فيه. تشارك في هذا الشوط بديعة حمد بن هادي بن حمد البريدي المري، الشاهينية حمد بن محمد بن سعد النابت المري، طلايب جابر بن سالم بن جبران، وصايف سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، مراسيل عامر بن محمد بن زايد المنصوري، شوحة حمد بن جار الله بن حسين البريدي، مصيحة صالح بن حمد بن قمرة صالح بن حمد القمرة النابت، الضبي مبارك بن محمد بن قطامي، غرايب زايد بن محمد بن زايد المنصوري، الياسات صالح بن حمد القمرة، ملاذ ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، مزون الشريقي بن محمد بن معدن الكتبي، الغزيل سالم بن بخيت بن راشد المنصوري، بنت الباز مسفر بن عبد الله بن عيسى آل سند المسيفري، وأيضا هملولة لسعد بن محمد الشراب المري، وخيرة لسعد بن محمد الشراب، والخزنة أحمد بالخزع العامري، وظن متعب الراشد بن علي آل سلعان، والرسمية المبارك بن محمد بن زايد مطوع الخيارين، وبنت الباز محمد بن علي المري، منوة حسن بن شومي القرشي، بيضة مهند بن سالم آل زبدان، وغند لجاسم بن سالم العويسي، والرئاسة لمسفر بن علي بن سفران، وأخيرا غارة لحمد بن عبد الهادي بن هليل. 25 اسم متابعين الأعزاء انطلقت في أقوى أشواط هذا الصباح، وبداية نتجه إلى مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول في أول نداء لها. الله، غرايب 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 زايد بن محمد بن زايد المنصوري، وتليها على المركز الثاني الوصول من منوة حسن بن شويمي بن حسن القرشي، التضمير مع ماجد بن محمد البريس. ننتقل إلى المركز الثالث، وهنا الوصول على ثالث المراكز من قبل الشاهينية حمد بن محمد بن سعد النابت المري، وننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم تقدم ممتاز هنا بنت الباز لمحمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري. يتبقى لنا مركز مذاع وهو الخامس متابعينا الأعزاء، المركز الخامس وصايف سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري. هذه النتيجة أيها الأعزاء، وعلى الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى التنافس والصراع المثير. طلايب ما زالت على مقدمة الشوط منذ الانطلاق تسيطر بهذا الشعار المميز وهذا الشعار العملاق، زايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، ولكن الملاحقة والمنافسة من الشاهينية على المركز الثاني حمد بن محمد بن سعد النابت المري، من تحاول الانطلاق إلى مقدمة الشوط لتظفر بأول انطلاقة رسمية في هذا العام للجداع. المركز الثالث الوصول من قبل منوة وحسن بن شويمي بن حسن القرشي على المركز الثالث، قادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة. مرحبا بالضيوف، 1500 متر متابعين الأعزاء. المركز الرابع الوصول والتحرك من بنت الباز محمد بن علي بن عايض المري، وعلى المركز الخامس أول نداء لغند مشاهدينا الأعزاء جاسم بن سالم بن حمد العويسي، أيضا من أبناء السلطنة المشاركين في هذا الميدان، ميدان الجميع. ونرحب بكافة الأخوة الأعزاء في بلادهم وأيضا على أرضية ميدانهم. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير الذي طرأ على مقدمة الشوط. انطلقت الشاهينية يوم لاحت لها لوحة الكيلو متر الأخير. الله،
الله، يا سلام يا سلام يا سلام. تنطلق الشاهينة انطلاق ذاتي ودفع تلقائي لتختطف أقوى أشواط اليوم وخيرة أشواط الجزاع. متابعينا الأعزاء، الشاهينية بقيادة والتضمير ومتابعة حمد بن محمد بن سعد النابت المري، ولكن القرشي على المركز الثاني 800 متر. يا متابعين خلاص ما باقي شيء، يا مضمرين ما باقي شيء. المركز الثالث وصول مراسيل عامر بن محمد بن زايد المنصوري والعويسي يصل شعاره على المركز الثالث، غير وانتقل انتقال ممتاز جاسم بن سالم بن حمد العويسي. واعود الى مقدمه الشوط، يا بوي يا الشاهينيه، يبدو بان الشوط شوط الشاهينيه. يا سلام يا سلام يا سلام، سلامي على السلاله الشاهينيه، سلام يا سلالة شاهين، سلام سلام. ولكن الوصول الهجوم، تتحرك غند تتحرك غند 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 على المركز الثاني، والشاهينية على المركز الأول. أبناء السلطنة، أبناء السلطنة يفجرونها في هذا الشوط، يفجرونها. ولكن تتحرك الشاهينية، تصمد رغم الضغوط، تصمد تصمد تصمد. سلام سلام شاهين، سلام سلام الشاهينية، سلام حمد بن محمد بن سعد النابت. هذه قوة السلالة الشاهينية في الأشواط الأولى والرئيسية. تهانينا تهانينا لمالك الشاهينية حمد بن محمد بن سعد النابت المري على هذا الفوز. المركز الثاني، المركز الثاني كان الوصول من غند لجاسم بن سالم العويسي. المركز الثالث، المركز الثالث الوصول من وحسن بن شويمي بن حسن القرشي. المركز الرابع، المركز الرابع متابعينا الاعزاء شوحه حمد بن جار الله بن حسين البريدي. وخامس المراكز اللي احتلت المركز الخامس، الغزيل سالم بن بخيت بن راشد المنصوري. تهانينا والناموس لمالك الشاهينيه من خطفت اول اشواط هذا اليوم واقوى اشواط الجداع البكار. هذا هو ملخص هذا الشوط، وهذه الشاهينيه ولحظة التوقيت الزمني، لحظة وصول الشاهينية 6 دقائق 9 ثواني 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن سعد النابت المري. بينما المركز الثاني من قدمت عرض مشرف وأدت بما فيه الكفاية، هذه غند وتوقيتها الزمني 6 دقائق 10 ثواني 78 جزء من الثانية. تهانينا لجاسم بن سالم بن حمد العويسي. المركز الثالث كان الوصول فيه من قبل منوه، وتوقيتها الزمني 6 دقائق 13 ثانية 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك منوه حسن بن شويمي بن حسن القرشي.